كنتمنى لك هذا المقطع ديال اللي عندها علاقه بالتعمير، انني وقع لي كما وقع الاستاذ الايمن الشهر. استاذ الرئيس كنت كنتظر ان بعض ديالكم واحد المجموعه ديال الاحداث اللي كانت في طنجه مهمه للتعمير، وانا شخصيا كنت كنتظر انها تكون في العرض. عندهم النقطه الاولى وهي تسميم سيئه مقاطعه بمكان اللي تسمى المصادقه عليه، حنا فرحانين به، ولكن ما جاء بتسميم السيد الرئيس يحس في الناس. قلت السيد الرئيس كعضو اللجنه المركزيه عندي سؤال هنا، وقلت بان جميع المقترحات ديال المقاطعه ديال المكان تمت مع الاعتبار، بينما كنتفاجئ للاسف ان تسميم السيد اللي جا المقاطعه ديال المكان هو تسميم عادي جدا، بالعكس شفنا فيه تراجع مجموعه من المناطق اللي كانت فيها زيت اير ولا بيئه، وهنا نقول اننا عرقلنا ساكنة زميمة كتلت 10 سنوات أخرى كما يخص تسميم السيئة، وكنتمنى السيد الرئيس أنك يكون في العرض ديالك. كذلك السيد الرئيس وأنا كمستشار جامعي اليوم كاين واحد النقاش اللي هو كبير داخل مدينة طنجة، وكل شيء كيتكلم على إلغاء مجموعة من المشاريع داخل مدينة طنجة. اليوم كاين تخوف عند مجموعة من المستثمرين، كيف يعقل أن مجموعة من المشاريع دازت بطرق قانونية اليوم كيتم التوقيف ديالك؟ هذا بغيتك السيد العمدة كذلك انك عرفت انك صراحه نورنا بعض المشاكل. كذلك السيد الرئيس وانت كرئيس ديالنا ديال المجلس الجماعي، الكل كيسمع واحد الشكايه اللي هي تسجلت، واليوم هناك مجموعه ديال المشاكل كاينه في مدينه طنجه، كنسمعوا الفرقه الوطنيه، كنسمعوا هذا الدواء هذا نزلوه، حنا كمستشار جماعي وزاره كرئيس ديالنا بغينا نعرفوا شنو وقع في طنجه. صراحه ما عرفناش شنو وقع في المدينه، باش نكونوا واضحين مع بعضنا. أنا كمستشار جماعي اليوم كنتسنى هاد الدورة ثلاث شهور، بغينا نعرفوا شنو وقع في هاد المدينة. الأرض اللي وقعت من البيئة، هاد الناس عندها 55 متر، اليوم كيتقولوا البيئة يعني 100 متر، هادي أحياء تقريبا مجهزة، والسؤال فين السيد الرئيس المتخصص إعادة الثقة هاد المؤسسة هادي ما يمكنش عليه. هذا اليوم مجموعة من المستثمرين ولاو كيفكروا أنهم يهاجروا أرض الوطن تاخذ الفرصة. اللي بغى يستثمر والشكر لان الرئيس عندنا مشاكل على مستوى الجماعه، مجموعه من المقاييس اللي كيسكتوا وزعما خذها بعين الاعتبار. السيد الرئيس راه كنناقشوا بكل صدق وبكل مسؤوليه، وكنقولها بعودوها حنا شباب من الموقع العربيه نناقش بكل مسؤوليه، وهنا نقولوا الحقيقه نختلف مع جميع الاصدقاء فيما يخص هذه المدينه، ولكن نكملوا لهم الاحترام والتقدير وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.